الأئمة هم ليسوا يعني حسب الشيعة أنه مو شرط يلزم الخلافة السياسية، إنما الخلافة الدينية بص اقول لك على الشرعية. حاجه، ده الكلام ده اسمه الترقيع، يعني ده بيرقعوا بيه، لان المقصود هنا الخليفه، يعني خليفه المسلمين. ما في حاجه اسمها خلافه سياسيه بقى، وخلافه بطيخيه، وخلافه شماميه، وخلافه تفاحيه، ما في حاجه. هو خليفه يعني معناها استخلف على المسلمين، اصبح خليفه للمسلمين. ولكن الباقي ده كله ترقيع، نعم الباقي كله ده ترقيع.